يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتجاه. استمع إلى أسئلتي يا ولدي. كم سورة تتكون من هذا الجزء؟ جزء واحد وعشرين. كم سورة متكونون أو كم سورة متكون في هذا الجزء؟ خمسة. خمسة سور. نعم. اذكرها بالترتيب. العنكبوت. العنكبوت. ثم الروم. الروم. لقمان. لقمان. السجدة. السجدة. والأحزاب. أيوة والأحزاب. نعم صحيح. ثم السؤال الثاني، كم آية أو كم الآية في السورة لقمان؟ 34. اقرأ الآية الأخيرة من هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بارك الله فيك. السؤال الأخير مني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. اذكر رقم الآية. 44. واسم السورة؟ سورة الروم. سورة الروم. بارك الله فيك. طيب مني فقط ثلاثة الأسئلة. السؤال الأول، من صفة 9 بعد 400، من صفحة 9 بعد 400، اقرأ من تحت إلى الفوق، اقرأ من تحت هذه الصفحة إلى فوق. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن آياته
ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمحدون فأكم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين طيب. السؤال الثاني من هذه الصفة التي قرأتها نصيب أربع صفحات اقرأ الآية الأخيرة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير طيب. السؤال الأخير مني واصل من قوله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون حسبك بسم الله أجب مباشرة واصل هذه الآيات وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الآية الأخيرة من هذه الصفحة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صفحة بعدها قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين الصفة التي بعدها الآية الأخيرة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الآية 22 من سورة لقمان ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور اقرأ إلى الأعلى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجد بان وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وقصد في مشيك واغضض من صوتك يكفي
الآية 55 من سورة العنكبوت. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. أيوة. صفة كم هذه؟ 403. أيوة. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. آية كم وصفة كم هذه؟ واسم السورة؟ سورة الأحزاب. أيوة. الآية 11. صفها؟ صفها 499. أيوة أحسنت، بارك الله فيك.